اتعلموا مني يا بليمار. كيف تقوم بصناعة لعبة باز واير باستخدام الأردوينو وبدون الحاجة إلى استخدام لغة البرمجة؟ مكونات المشروع: أولا لوحة الأردوينو، ثانيا بريد بورد، ثالثا بوري أو ما يسمى بالبوزر، رابعا أسلاك ذكر وذكر أنثى، خامسا سلك نحاسي رقيق بحيث يمكنه الدخول بأسلاك الأردوينو. طريقة المشروع: نقوم بتوصيل جميع القطع بعضها ببعض كما تشاهدون، ولقد قمت بوضع صورة المشروع في وصف الفيديو تستطيعون تحميلها. بعدما قمنا بتوصيل جميع القطع نقوم بتوصيل الطاقة للأردوينو. الآن نقوم بتجربة ما قمنا بتجميعه. يبدو أنه يعمل بشكل ممتاز. لقد قمت بإلصاق السلك النحاسي على قطعة من الكرتون وتستطيعون تركيبها على أي شيء تريدونه. مشاهدة ممتعة على الجميع. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.